انا عمرو ابو بكر، وموضوعنا النهارده هو فيتامين د او فيتامين الشمس. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من جوه الصيدليه. فيتامين د هو واحد من الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون. الجسم بيقدر يصنع فيتامين د لما بيتعرض للشمس. فيتامين د في منه نوعين، نوع اللي هو فيتامين دي 2 اللي هو أورجوكالسيفرول، وده ممكن نحصل عليه من المصادر النباتية، والنوع الثاني اللي هو فيتامين دي 3 أو فيتامين د 3 واللي هو اسمه كوليكالسيفرول، وده بنحصل عليه من المصادر الحيوانية. بعض الدراسات بترجح زيادة فعالية فيتامين دي 3 مقارنة مع فيتامين دي 2. ليه؟ هو الشكل اللي بيقدر الجسم يصنعه لما بيتعرض للشمس، عشان كده بيقولوا ان هو اكثر فعالية. وفي دراسات تانية بتقول العكس. ايه هو المعدل الطبيعي لفيتامين دي؟ ادق طريقة عشان تعرف بيها نسبة فيتامين دي هي تحليل فيتامين دي، وكتير من الناس دلوقتي بيعملوه مجانا او بصورة كامبينز عشان يوعوا الناس على الموضوع ده. فهتلاقي لو كانت النسبة ما بين 20 ل 50 نانو جرام لكل ملي متر بتعتبر طبيعية، واذا كانت النسبة دي او نسبة فيتامين د اقل من 12 بيعتبر الشخص ده عنده نقص فيتامين د. تخيلوا ان في عصرنا الحالي ده مع الشمس اللي موجودة دي، في اكتر من مليار شخص في العالم عندهم نقص فيتامين د او عدم كفايته. من اسباب ارتفاع نقص فيتامين د ان احنا ما بنتعرضش للشمس بشكل كفاية. ليه مهمة قوي كده فيتامين د؟ فيتامين د مش بيعتبر بس فيتامينز، لا بيعتبر كمان هرمون، عشان كده اعراض نقص فيتامين د بتكون مؤثرة جدا وبتكون داخلة في كل حاجة في الجسم، وهو مش عرض واحد محدد اقدر امسكه كده واقول انت عندك نقص فيتامين د، لان ممكن بتختلف من واحد للتاني. اهمها هو لما بيكون عندك نقص فيتامين د بتبقى عندك شعور بالخمول والتعب في اغلب الوقت، عندك ضعف عام في العضلات الجسم، بتبدا تحسه مع انك لما بتيجي تطلع السلم او تيجي تقوم من على كرسي واطي ولا حاجه، تبدا تحس بوجع في العظام وفي الحوض عندك وفي الوركين او الركبتين او الكلام ده. الاكتئاب، ناس كتير مكتئبه ومش عارفه هي مكتئبه ليه. كتير من الدراسات اثبتت ان في علاقه ما بين نقص فيتامين د والاكتئاب، ولقوا كمان ان انت لما بتتناول مكملات فيتامين د ده بيساهم بشكل كبير جدا في علاج مرضى الاكتئاب، وبقى كتير من الدكاتره دلوقتي بياخدوا فيتامين دي كاول علاج لاي حد عنده اكتئاب. العلماء كمان لقوا ان نقص فيتامين د ممكن يسبب السمنه. الناس اللي طول الوقت هي تخينه وسمنه وبتجرب حاجات كتير تخس وما بتخسش، ممكن كتير يكون ده بسبب ان عندك نقص فيتامين د. حالات الربو الشديده عند الاطفال وصعوبه التنفس ممكن جدا يكون سببها فيتامين د. سقوط الشعر، ناس كتير جدا 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 بتجيلنا الصيدليه وبنديها ادويه كتير وبنكتشف في الاخر انه كان حله بس هو فيتامين د. فيتامين د لو بقى النسبه كويسه مشاكل سقوط الشعر هتروح تماما. ضعف الاداء الجنسي وعزوف الرغبه بيكون برضو من احد اسبابه هو نقص فيتامين د. شفتوا فيتامين د يعني داخل في كل حاجه ازاي؟ الحاجه الاساسيه الفيتامين د ياخد الكالسيوم ويبدا يثبت الكالسيوم ده على العظم، اللي هو احنا بنقول يرسب عناصر الكالسيوم والفوسفات على العظم، وده ليه؟ عشان يقويها ويخليها تنمو بشكل طبيعي. من فوائد فيتامين دي ان هو بينشط جهاز المناعه، بيخلي جهاز المناعه قادر ان هو يقاوم الخلايا السرطانيه زي سرطان القولون وسرطان الثدي والمبايض اللي هم الاشهر عند السيدات، وسرطان البروستاتا الاشهر عند الرجال. مش بس كده، لقوا ان فيتامين دي بيحافظ على صحه الاوعيه الدمويه وبيخلي الاوعيه الدمويه نشطه، وده مفيد جدا 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 مع مرضى القلب. اي حد عنده مشكلة او ضغط او سكر كمان لازم 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 ياخد فيتامين دي بانتظام، لانه لقيوا ان هو مع السكر ان هو بيقلل من تلف الاعصاب ومشاكل العين مع الناس اللي عندها سكري. طب ايه فوائده بالنسبة للشعر؟ لما بتاخد فيتامين دي ده بيقوي الشعر وبيقوي بصيلة الشعر نفسها وبيساعد ان الشعر يطول ويبقى كثيف، وطبعا لما هيقوى بصيلة الشعر ده هيقلل تماما من مشاكل تساقط الشعر. بمناسبة تساقط الشعر، لقوا ان فيتامين دي بيدخل في دورة نمو الشعر وبيساعد ان هو ينظمها، عشان كده لما بيكون عندك نقص وتاخد فيتامين دي بيلاقوا الناس ان هو بحفز نمو الشعر عندهم. لو انا عندي نقص فيتامين دي ايه العلاج؟ اسرع حاجة موجودة في السوق او اكتر حاجة انا شخصيا بحبها حاجة اسمها يورو دي 10,000. اليورو دي عشان تاخد العلاج لازم ناخد 50,000 وحدة لمدة 8 اسابيع، يعني هناخد 5 حبات، ممكن ناخدهم مرة واحدة في الاسبوع، او ممكن ناخد حبة واحدة كل يوم لمدة 5 ايام في الاسبوع. لمدة كام اسبوع يا عمر؟ لمدة 8 اسابيع، يعني شهرين. وبعد ما بنخلص الشهرين ده بنبدأ ناخد 5 حبات اللي هم 50,000 كل شهر، يعني كل شهر
بناخد 5 حبات. موضوع بسيط جدا وحتى كمان مش مكلف، يعني ممكن العلبة الواحدة تكفي كذا حد. ده لو كان عندنا نقص بالأعراض ظهر علينا وعملت تحليل ويلاقي فعلا ان انت عندك نقص. الكلام اللي قلناه ده بالنسبة للكبار. طيب للأطفال ايه أفضل حاجة موجودة في السوق؟ وحاجة اسمها بيديافيت دي، الشركة اللي بتنتجها هي شركة كندية، معمول بشكل ظريف او معمول بشكل ان هو ما يبقاش زيت، وده بيميزه عن اغلب الحاجات اللي موجودة في السوق. القطارة الواحدة الواحد ملي تديك 400 وحدة، وده اللي البيبي او الطفل بيكون محتاجه. طعمه كرز وممكن تحطه على اي حاجة وهو آمن تماما. ده كان بالنسبة للعلاج. طيب انا لو عايز اخد جرعة للمحافظة على صحتي وان انا اخد فوائد الفيتامين دي اعمل ايه؟ طبعا على حسب العمر. بالنسبة للاطفال من الرضع من سن 0 لحد سنة بناخد من 400 ل 1000 وحدة كل يوم على حسب حاجة البيبي. من عمر سنة لحد 18 سنة بنبدأ ناخد من 600 ل 1000 وحدة يوميا. الناس اللي اكتر من 18 سنة فبناخد من 1500 ل 2000 وحدة يوميا. الستات الحوامل طبعا لان هم محتاجين فيتامين دي ليهم وللبيبي فبياخدوا جرعة من 1500 ل 2000 وحدة يوميا. ده كان ببساطة كل اللي انت محتاج تعرفه عن فيتامين دي. فيتامين دي من الحاجات اللي لازم كل الناس تستخدمها سواء عنده نقص او ما عندوش، لان هو مش بس فيتامينز، ده فيتامينز وهرمون وداخل بتقريبا في كل جسمك من صباع رجلك لحد شعرك من فوق. اختاروا نوع كويس ودمتم سالمين يا رب، ودمتم في رعاية المولى عز وجل. اشوفكم في حلقة جاية ان شاء الله من جوه الصيدلية برعاية الله.